ايه النهارده قبل ما ابدا مع حضراتكم؟ قلت يا جماعه احنا مش الدوري هيبدا يوم 25؟ أيوة. يوم 25 بالليل. بالليل هتلاقي مشاكل. هتلاقي النادي بتاع الاستاذ محمود طلع يقول لك لا ما هو الحكم بتاع واللي كان الاستاذ النادي بتاع الاستاذ محمود بيلعب ضد النادي بتاع الاستاذ عصام. لا ده الحكم ده اصله بيحب الاستاذ عصام اكتر مني. طب انا هطرح سؤال. فطلع قال او ما طلعش قال. هطرح سؤال يا كابتن اسلام في الموضوع ده عشان في تكمله للموضوع. اتفضل. لا هطرح سؤال وشكوري فيه. اتفضل. هل احنا عندنا الثقافه اللي تسهل لنا التعامل مع البند ده؟ يعني معنى ان يعني لو حكم اعترف هل هنتقبل منه ذلك ولا أو لازم نمارس عليه ضغط بشكل او باخر؟ ده شرط تعجيزي. شرط يعني عشان انا ما فهمتوش بصراحه عشان كده ما قدرتش يعني ممكن بص تاني يوم ما فهمتوش يا راجل خلي عندك دم اعترف بان في اخطات في كذا وكذا كذا ولا ندي اعتبار للفار ولا ندي اقول لحضرتك حاجه انا ياما وكلنا مرينا بالتجربه كان في حكام كبار اصدقائنا وهو قاعد معايا ممكن يعترف زي ما هو عايز بالظبط انما اي طب نقول لك تحصل تسال انت على واقع عين يقول لك اه فعلا لما خطا وارد ايوه بس خطا وارد مش خطا ورقه يقول ان ما اعترف لا هو حتى ما هو معلش برضه بمناسبه الورقه هو هنا ما قالش هيقدم او هيقول او الاعتراف هيتم الاليه بتاعت يعني انا دلوقتي ممكن اطلع اكتب على الفيسبوك مثلا انا حكم اسلام مش حكم هطلع اقول والله يا جماعه انا اخطات في مباراه محمود وعصام اخطات فيه تمام فلا من حق عصام ان هو يجيب الجون والجون ده ما كانش خطا ماشي خلاص ماشي هقول كده على الفيسبوك ولا هقول كده في التليفون لرئيس الاتحاد ولا هقول كده في التليفون لرئيس ال هو قال لك اذا اعترف بس هو اذا اعترف فين باي شكل بقى فين الاليه اللي بيعترف يعترف للجنه حكامه فتنقل للجنه المسابقات اللي عندها النتائج مفروض كده طب لو حكم اعترف هتبقى عقوبته ايه لا مفيش بقى البند العقوبه اولا ما اعرفش لكن الحقيقه ان دي بتنجيه اساسا من العقوبه والدليل على اللي انت قلته يا كابتن اسلام انت بتشاور عليها ليه انت مطلع ليه انها في الاعراف ووضع الدستور لا تظهر ولا احد يتحدث عنها محدش بيتكلم فيها اساسا حجم الخطا يكون اعتراف به يعني ايه الخطا اللي ارتكبه المباراه انا اقول عليك دي اليه ثانيه ايه بقى يعني ايه الحدوته اللي حصلت هتخليه يعترف بيها انا مثلا هقول لك لا لحضرتك اداله الحكم يعني ادانه الفار كمان خلي بالك ما هي ما أيوة الحاج يعني بص لازم بص يعني انت كنت فين يا فار غالبا الكابتن حسام مره الله يرحمه شرح لنا دي فراجل جميل عند العقل صديق انا وعم جمال وراجل حكم مشهود له بالاحترام يعني معتزل طبعا مش موجود قال ان الحاجات دي بتتعمل لربما بتنقل ايه بقى مش نتيجه ماتش نهائي كاس عالم حاجه كده حدث ملوش حل هو الفيفا قال ايه بقى الفيفا قال ايه لو سمحتوا يا شباب حطوا لنا البند اللي مكتوب في الاصلي بقى الاصلي في الفيفا مكتوب ايه اذا اخطا الحكم خطا جسيم في اضيق الحدود ده محدد واليه هي يعمل ايه اخطا خطا جسيم تعاد المباراه في اضيق الحدود تعاد المباراه خطا جسيم وتعاد المباراه وفي اضيق الحدود وفي اضيق مين بيحدد الخطا لا اولها اولها الحكام بقى في مش الحكم لا مش الحكم لا اولها اعترافه مع احترامي للجميع اولها اعترافه يعني هنا هنا انت بتفتح مجال بقى مع كامل احترامي ليك تيجي تقول لي انت هنا فين لا في الفيفا في الفيفا ما بيفتحوش مجال هنا بيفتحوا مجال ايه انواع الخطا الجسيم ما هو دلوقتي انا عاوز اعرف دلوقتي بتقول لي انت لو شربت كوبايه الميه دي هيحصل لك لا واحد لا. اثنين ثلاثة اربعة اقول لك حاجة تانية ماشي خلاص اتفضل اقول لك حاجة تانية انا دلوقتي بلعب اوت هي اوت لصالحك خلاص وهي في الاساس لصالح انا خلاص انا لعبت الاوت اتخطفت دخلت فيها جول هعيد المباراة عشان هعيد المباراة عشان الاوت انا مش فاهم ايه اللي يعني التحاجة مش طبيعية والله عارف الاخطر في الموضوع ايه يا عصام يا كابتن انا كان نفسي يبقى في حاجة واضحة تقول لي يا جماعة ده احنا عاملين السنة الجاية اللي هيجيب سيرة التحكيم هيبقى موقفه صعب مثلا مثلا اخطر قضية تقديس التحكيم يعني عايزين نتقدسه عاوز تحمل الحكم بقى عاوز يبقى عندك دوري قوي فتروح قايل ايه اي مسؤول بعيد عن يعني عضو مجلس إدارة في نادي إدارة الإعلام في نادي عملت أي حاجة ضد الحكم عقابها هيبقى واحد اثنين ثلاثة أربعة أي حد يطلع يتكلم في تصريح رسمي ضد الحكم يرهبه أو يروعه أو يخوفه هيبقى واحد اثنين لكن أنت جاي تحكي لي في حاجة بتفتح باب ما فهمتهاش وزاوية ما فهمتهاش زاوية
انت مش لازم تقول لي ما هو انواع الخطا الجسيم اللي انا حاسبك عليه. لا هناك هناك ولا هنا؟ لا انا بتكلم على هنا. لا هنا هنا ده فتح باب للغط اللي حاصل ده اهو في مائده صغيره. حضرتك ده خلي بال حضرتك لكن هنا اول برنامج بيتكلم لمزيد من المثاليه، وبالتالي هذا الخطا الجسيم تعادل مباراه. وانا بقول لحضرتك لا هيبقى في اضيق الحدود ده الفيفا. الفيفا ما انا بتكلم على وضعها في الفيفا لانه هو يريد مسابقات فير عادله نظيفه تمام، وبالتالي لن يسمح بانه تدان هذه النتائج. وبالتالي وضع البند ده الذي لا يقرا ده بند كده معمول زي الخل الوفي. البند ده اتحط امتى؟ اللي عمل هو البند هنا ولا الفيفا؟ لا هنا هنا لا هنا هل هل هو هنا. لا يعني هو في الفيفا لا احنا استند على الفيفا. هل هو بند قديم جدا؟ قديم جدا هعرف لحضرتك لم يفعل قديم يا اسامه بالتالي لم يفعل قديم. لا انا عايز اضرب مثل هنا في ماتش الاهلي اللي خسر فيه يعني جيش مع خط المرمى لافار قال ان دي كره جون ولا حكم قال ان دي جون. طب مين بقى المدان هنا؟ يعني مين المدان؟ يعني بالوضع التشريحي للاعب اللي بيشيل الكره من على خط المرمى هي جون، هي جون 100% بالوضع التشريحي يعني. بص يعني فبالتالي دي نتيجه اثرت على مسار الدوري ونتيجته في الاخر. مين اللي مين المدان هنا؟ يعني الحكم بيقول ان انا اخطات ولا يقدر يقول ان انا اخطات؟